في السنين الأخيرة علمت الكثير من الطلاب البيع على موقع أمازون، وبعد فترة تراسلني الطلاب لتشتكي من عدة أشياء خلال عملها على الموقع. هذه الشكاوي كانت بسبب عدة إجراءات عملوها بشكل خاطئ بالرغم من تعلمهم المجال. هيا بنا نتعرف على 5 عوامل عليك تجنبها خلال عملك على موقع أمازون. العامل الأول هو كمية المنتجات. الكثير من التجار لا تخطط تخطيط مسبق وجيد لكمية المنتجات التي تبيعها على موقع أمازون. شحن كمية قليلة من المنتجات لمخازن الأمازون وخصوصا منتج جديد لن يطور مشروعك بشكل صحيح على الموقع، والسبب هو الكمية ستنفذ بسرعة. منتج جديد سنضطر لتسويقه إما من خلال إرسال بعض المنتجات دون مقابل لأصحاب مجموعات في الفيسبوك أو لمؤثرين في الإنستغرام لتسويق المنتجات، أو لمجموعات شراء مقابل ريفيوز في الفيسبوك. وبالتالي إذا شحننا كمية قليلة ستنفذ بسرعة، وأمازون يقيم صفحات تنفذ منها الكمية مرات كثيرة تقييم غير جيد. أيضا لكل من يعمل في مجال البرايفت ليبل عليه عمل تخطيط مسبق للكمية، وأن لا يعطي الإمكانية لنفاذ الكمية من الصفحة. إذا لاحظت باقي 100 قطعة من المنتج وتعرف أن المنتج يباع 10 مرات في اليوم، إذا عليك التواصل مع المورد لإرسال كمية أخرى. لذلك اعملوا تخطيط مسبق ومهني لكمية منتجاتكم. العامل الثاني هو مبلغ المنتج. لاحظ بعض التجار تستسلم للمنافسة وتخفض مبلغ المنتج، وهذا خطأ. اعلموا أن الحل الأكثر سهولة هو تخفيض مبلغ المنتج، ولكن هو الحل الأقل إبداعا وسيسبب لنا خسائر لمشروعنا. إذا يوجد تاجر ينافسكم وسعره أكثر تنافسي منكم، لديكم إمكانيتان لفعلها: أولا الانتظار حتى تنفذ الكمية منه، وثانيا تسويق المنتج خارج موقع الأمازون وعدم الاعتماد على المتصفحين على موقع أمازون بشكل كامل. العامل الثالث هو اختيار المنتج. الكثير من التجار تبيع منتجات حسب شعورها الداخلي، وتظن أن المنتج سيباع لأنها متعاطفة أو تحب المنتج. إذا أنت تحب المنتج ليست بالضرورة الجميع سيحب المنتج. عليك عمل بحث أسواق وتحليل بشكل كامل جميع المعلومات عن المنتج والمنافسين على هذا المنتج. لا تعتمد على شعورك الداخلي. قوة النجاح اليوم هي في المعلومات، في الداتا. كلما لديك معلومات أكثر، الصورة والطريقة للنجاح ستكون أوضح. العمل الرابع هو برنامج التسويق الداخلي. الكثير من التجار تستهتر في برنامج التسويق الداخلي لموقع أمازون ولا تستعمله، وهذا خطأ. أي منتج جديد نريد إظهاره أو تسويقه بشكل جيد على موقع أمازون، علينا استعمال برنامج التسويق الداخلي للموقع ونخصص ميزانية خاصة لهذا التسويق. العامل الخامس هو بيع الكثير من المنتجات. في بداية عملك على موقع أمازون لا تشحن الكثير من المنتجات. ركز جهدك من الناحية التسويقية والمادية على منتج واحد، وعندما تلاحظ نجاح المنتج تبدأ بالتفكير بالمنتج الثاني. لا تتعامل مع الكثير من المنتجات في البداية. اكتسب الخبرة على الموقع، اكتسب الثقة اللازمة، ومن ثم الطريق ستكون سهلة لمنتجات أخرى. وسؤالي لهذا الفيديو: ما هي الصعوبات التي تواجهونها خلال البيع على موقع أمازون؟ اكتبوا لي بالتعليقات إجابتكم وسأحاول مساعدتكم. لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.